طبعا لازم تكون مختلفه، ده فارس باشا. هو فارس باشا ولده زي اي حد؟ هو فينه يا بجد؟ مش سامعه صوته. بصت عليه ولقيته بدا يحبي على الارض، مسكه بجد وبدا يحبي. ما شاء الله تبارك الله. سمعت مسك صوت مروه وندى بينادوا عليها. يلا بقى يا بجد سلام، البنات مش هيبطلوا ينادوا عليا، دول رخمين قوي. سيبك منهم يا مسك وخليكي معايا شويه، انا ما لحقتش اشبع منك وانتي وحشاني قوي. يا ريت يا حبيبي، بس بجد ورانا شغل كتير. ماشي سمح المره دي، بس اعملي حسابك المره الجايه مش هسيبك تروحي. روحي دلوقتي لحسن تلاقيهم فوق راسك. طلعت مسك وعلى وشها ابتسامه، قالت لها ندى: الله الله، كل واحدة تخش الأوضة تطلع هيمال على نفسها قوي، وعدنا يا رب لما نخش نطلع كده. كب عليك يا ندى، أما صدقت إن بجد في حضني. وبالليل اتجمع الكل على حب مودة، والكل نسي الزعل والأسوأ، وكأن المواليد الجديدة بشرة خير وأمل لكل العيلة. وصلت أشجان مع ماجد على بيت عطر. دخلت أشجان وعلى وشها ابتسامة رضا: بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد، الله يبارك، ايه يا ولاد الحاجات الحلوه دي. اما محمد وقال لهم: بس ملحوظه يا جماعه، انتوا شرفتوني في بيتي المتواضع، وانا حابب اشكركم كلكم على تعبكم عشان يطلع السبوع بالشكل ده، لان ده سبوع اولادنا كلنا، ولازم نعلمهم انهم يكونوا ايد واحده وما يتفرجوش عن بعض، ولا الفلوس ولا الزوجه تفرجهم عن بعض. وحابب أقول حاجة، أجمل حاجة حصلت لي حبيبة قلبي وعمري وعطري اللي في الدنيا، أحب أقول لها: بحبك يا عطر قلبي. ابتسمت عطر خجلا من كلامه. مروة قربت من أمها: بقول لك يا أمي، أبوي ما غيرش رأيه، مش هيجي يفرح بينا ويشوف ولادنا. يعني أنت يا بنتي تايها عن أبوكي ودماغه؟ قال لهم أمجد: بس خلوا بالكم، أبوكم مش في حالته الطبيعية، وبكرة تقولوا أمجد قال. أكد ماجد على كلامه: لا مش طبيعي، أبويا ملحوظ جدا، وأنا حافضل ورا الموضوع ده ومش حاسكت، أبوي مش طبيعي خالص. قالت له أشجان: حسبي الله ونعم الوكيل اللي كان السبب. بصت لها مروة: أنت عارفة إيه اللي في أبوي وساكتة؟ طبعا من ساعة ما بدأ يتغير ما قدرتش أتكلم. قال لها ماجد: طب فيها ايه؟ طب في ايه؟ فهمينا عشان لو في حاجه ينفع نعالجوها نعالجها. في ايه؟ فهمينا يا امي، لو في حاجه نلحقها. من الاخر ابوكم عمل له عمل. قالت لها مروه: هي يا امي الكلام ده؟ لا ما فيش حاجه كده طبعا. بس يا مروه انت ما تعرفيش حاجه يا بنتي. قال لها امجد: وتفتكري مين يكون عملها؟ سؤالك غريب يا أمجد، معروفة طبعا. قال له ماجد: أكيد الشيطانة اللي كنت متجوزها، ما فيش غيرها. قامت أشجان بحسرة ودخلت تكلم محمود في محاولة الإقناع. ألو، أيوة يا محمود، إيه ما اشتقتش لحفادك؟ لسه ما حنتش عشان تشوفهم. بقول لك يا أشجان، ما تدخليش نفسك أحسن لك، وقفلي خالص على الكلام علشان ما تطلعيش خلقي عليكي. خلاص يا محمود اللي يريحك، بس انا حبيت ابلغك ان عيالك هيعملوا اسبوع جماعي وحاجزوا في فندق فلسطين في المنتزه، لو حابب تعالى وشارك عيالك فرحتهم، وكن ليهم كبير، ولم عيالك زي ما كنت دايما بتلمهم حواليك. اقفل يا أجان، انا عاوز انام، هم اللي خرجوا من طوعي يبقى ملهمش لازمه عندي. بس دول عيالك من لحمك ودمك. قفلي بقى على الموضوع وسيبينا تخمد. وقفل التليفون في وشها. خرجت أشجان على وشها خيبة أمل، كان عندها أمل إن قلبه يحن، لكنها نجحت في إنه فعلا خلت قلبه بدأ يتحرك. أم محمود اتوضى وصلى ومسك المصحف، قعد يقرأ فيه كتير، وكل ما يقرأ جزء مفعول العمل والسحر يقل عمله. أم محمود وغير هدومه واستعد للسفر لإسكندرية. قامت مسك وقعدت جنب أشجان ولقت دموع في عينيها. حاولت مسك تتجاهل إنها شافت دموعها.
علشان ما تحسسهاش بالحرج. بقول لك يا حاج ما تخش معايا المطبخ عشان بصراحة مش بعرف أعمل مغات. من عناية يا بنتي، ربنا يرد لك الغايب ويفرح قلبك ويعودك على كل لحظة حزن عشتيها ويديكي على قد صبرك يا مسك. الله، دي أحلى دعوة سمعتها والله. هو بجد مش ناوي ينزل بقى ولا إيه؟ ما عادش ينفع خلاص كده، أحسن لفارس علشان مستقبله، لو رجع هيبقى بعاري العمر كله. وعلى إيه يعني؟ هناك التعليم أحسن، بكرة ياخد شهادة من بلد برة ويبقى تمام إن شاء الله ويبعد عن حضنك يا حبيبتي. وانتي تتحجمي منه؟ حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب. طب أقول لك يا مسك، ما تسافري لهم انتي. هي حج، ما هو ممكن يعرف. افرض يصادف لما كبر، طب افرض يصادف لما يكبر وبيقلب على النت طلعت قدامه، مش وارد يحصل؟ وارد يا بنتي، كل حاجة وارد. بس أنا سمعت أن صاحب يوسف شاله. أولا ما تشلش من كل المواقع، ومش هنقدر نجازف بحاجة زي كده، يبقى أنا أبعد أحسن. ربنا يصبرك يا ضنايا ويديك على قد نيتك الطيبة يا مسك. يا رب. يلا بقى على المطبخ، معانا حاجات كتير عايزين نخلصها. دخلت مسك مع أشجان وبدأوا في عمل المغاد. مسك، هو فين السمسم؟ مش شايفاه؟ عند جوه على الرخامة هناك يا أمي. خلاص لقيته. دخلت مروة. الله على الريحة اللي تجنن، ايه الجمال ده يا شوشو؟ يا بنتي يا أونطجية، لا بجد ريحته تجنن قوي، أنا عاوزة كوباية حالا. طيب أنا بعمل لكم كلكم. كتري مكسرات، أنا بنتك برضو. قالت لها مسك، يا سلام يا أختي، هي بالواسطة، أنا كمان هاخد كوباية ومليانة مكسرات أكتر منك. يا سلام يا مسك، طب أنا بردع وانتي لا، ليه تاخدي أكبر كوباية؟ حست مروة أنها عكت الدنيا وبصت لمسك اللي حاولت تداري دموعها قدام الحوض. حست مروة أنها عكت الدنيا والتفت مسك ناحية الحوض عشان تداري دموعها. بصت أشجان لمروة، بصت له معتب. مسك حقك علي، أنا آسفة، بس علش مني، حقك علي. في إيه يا مروة؟ ما حصلش حاجة. من قالك إن أنا مش بردع؟ أنا ردعت لوجي حبيبة قلبي، هي كمان بنتي، يعني أنا كمان هاخد أكبر كوباية مغات، ولا إيه يا مماجد؟ ولا إيه يا حبيبتي؟ أول كوباية وأحلى كوباية ليكي وبالعند فيهم كلهم. دخلت عطر وندى وهند. قالت لهم هند، إيه ده بقى؟ تعالوا شوفوا الكوسة اللي هنا. ماما أشجان، أنا كمان مرات ابنك مش مسك بس. وجريت ندى جنبهم. وانا كمان، اش معنى انا؟ ضحكت اشجان وحضنتهم كلهم. انت كلكم بناتي. قالت لها عطر، طب وانا كمان ولا ايه؟ وانت كمان يا حبيبتي قبليهم. دخل محمد. فيه يا بنات، الشغل ورانا كتير، شدوا حيلكم خلونا نخلص، لسه في حمص كتير عاوز يتلف. رن جرس الباب وسمعوا صوت يوسف برا. انا بقى جايب لكم اكلة سمك هتاكلوا صوابعكم وراها. خرج محمد يرحب بيوسف. ليه بس كلفت نفسك يا يوسف؟ هو مفيش يعني اكل عندنا ولا ايه؟ لا ازاي، انتوا بيت كرم، بس انا عارف ان انتوا مشغولين في عمايل الحاجات بتاعت السبوع، ومحدش فاضي من البنات يعمل اكل، مفيهاش حاجة يعني، احنا كلنا اهل، ولا انتوا بتعتبروني غريب عنكم؟ قال لهم ماجد، بصوا بقى اتكلموا كتير لحد ما السمك يبرد، انا حموت من الجوع، انا بلف على رجلي وهقعد، ماليش دعوه، وهاكل لوحدي. اتجمعوا على سفره في جو اسري جميل ولسه هيبداوا الاكل، الباب خبط. قال لهم ماجد، مين ده اللي حماته بتحبه وجاي اخر الليل؟ فتح محمد وتفاجئ. اهلا وسهلا حضره العمده، شرفت وأناس، تتفضل. دخل محمود وعينه على كل القاعدين. قاموا ولاده جريوا عليه، ماجد وأمجد ومروة. دخل محمود وعينه على يوسف ومسك. لمحته مسك ولسه هتقوم من على الأكل، عطر وندى مسكوا ايديها علشان ما تقومش. سلام عليكم. لا سلام على طعام. قام يوسف ورحب بيه.
أهلا يا عمي، تفضل. مبارك مجالك، يتربى في عزك يا ولدي. تسلم يا حاج، قال لهم ماجد. يلا بقى، أنا جعت يا ناس، جعان ومش قادر، قال له محمد. تفضل يا حاج، لقمة على مجوسه. قعد محمود ياكل ومش قادر يرفع عينه في مسك. مسك مش قادرة تاكل ولا تقعد معاه على سفرة واحدة. بيرفع محمود عينه، جات على هند. ما تعرفناش، انت مرات ماجد صح؟ قامت هند من مكانها وراحت بست ايده. شرف ليا اتعرفت عليك يا حاج، ماجد حكالي عنك كتير. محمود حس قد ايه كان مغيب وظلم ولاده، وعينه اتملت دموع وحاول يداريها. قال لهم يوسف، يلا يا جماعة خلصوا أكل، ورانا شغل كتير. بدأ الكل ياكل، ومسك دمعتها متحجرة ومش قادرة تبلع الأكل. قامت مسك من مكانها. سفرة دايما يا جماعة، أنا هعمل الشاي لحد ما تخلصوا أكل، قالت لها أشجان. بس انتي ما قلتيش حاجة يا مسك. لا الحمد لله شبعت، أنا طول النهار يعني كنت باكل، ماليش نفس. بصت أشجان لمحمود نظرة لوم وعتاب. جريت مسك على المطبخ ومش قادرة تمسك دموعها أكتر من كده، وانهالت دموعها. دخلت عطر، كانت أكتر حد حاسس بيها. اترمت مسك في حضن عطر. مش قادرة أتحمل أكتر من كده يا عطر، كتير عليا اللي بيحصل، الكل عمال يضغط علي، مش قادرة يا أختي. قلبي بيتقطع من جوه، قلبي نار، في قلبي نار جايدة ومحدش حاسس بي. صبرني يا رب. مجرد ما شفته كأنه الشريط بيتحات قدامي، حسيت نفس الإحساس اللي حسيته لما رماني في نص الليل وأنا بوطي على رجل أبوسة. علشان يسيبني يا ربي ولدي، والحرباية واقفة وراه عمالة تشعل للدنيا. بجرف لما بشوفهم، بجرف يا عطر، غصب عني محدش حاسس من الجواية. دخلت هند عليهم وهي عارفة حالة مسك، وشدتها من حضن عطر. مفيش وقت لانهيارك يا مسك، مفيش وقت تنهاري، ارفعي راسك واطلعي اثبتيله انك اقوى من الاول، والضربة ما اثرتش عليكي، ولا تثبتيله انها كسرتك، بالعكس دي قوتك وصنعت منك مسك تانية، فاهمة؟ مش قادرة يا هند، استعملت فوق طاقتي، ده لو الجبل كان زمانه تهد. رن تليفون مسك بره. قالت لها مروة، يا مسك تليفونك ده شكله بجد. انتبه محمود على الاسم، انتبه محمود على الاسم، وبص لأشكال.